لكن لو قال قائل: هل ورد حديث في هذا الزمهرير يبين حاله، ما حاله في النار؟ جاء عند ابن السني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله عز وجل: إن عبدي قد استجار بي منك من النار فقد أجرته. قيل: ما الزمهرير؟ قال: بيت في جهنم، لكنه حديث أنا ذكرته لأنه مشهور ويتناقل الآن، لكنه حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم.